بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكملة للي احنا بدأناه اللي هو شرح علم المساحة، كنا خلصنا الشابتر الأول والشابتر الثاني، أو الجزء الأول والجزء الثاني من الشابتر الأول. نكمل في الجزء الثالث. في الجزء الثالث هنتكلم على التصنيف الثانوي لعلم المساحة. في التصنيف الثانوي التقسيمة بتبقى related للجهاز المستخدم الـ instrument. ففي حاجة اسمها الـ chain surveying، لأن أنا بستخدم حاجة اسمها الـ chain أو الجنزير. compass surveying المساحة بالبوصلة. plane table surveying المساحة بالبلانشيطة باللغة العربية. theodolite surveying أو المساحة بالتدوليت. تاكيومتريك سيرفينج المساحة بالتاكيومترية. فوتوغرافيك سيرفينج اللي منها جاية الفوتوغرامتري. ترانجوليشن سيرفينج مساحة المثلثات. ترافرس سيرفينج ايه المساحة بالترافرس. نيجي بعد كده التقسيم من المساحة بالنسبة للأوبجكتس بتاعتها، وهي هي جيولوجيكال سيرفينج مساحة جيولوجية، ماين سيرفينج مساحة المناجم، أركولوجيكال سيرفينج، ميليتري سيرفينج. هنا وفقا للاستخدام هي هو. تقسيم تاني للمساحة وفقا للناتشرال اوف فيلد، لاند سيرفينج، مارين سيرفينج دي مساحة أرضية، مارين سيرفينج اللي هي المساحة البحرية، astronomical surveying المساحة الفلكية، aerial surveying المساحة الهوائية أو المساحة الجوية. types of surveying أنواع المساحة، يا إما photogrammetry مساحة تصويرية، boundary surveying مساحة حدود، contour surveying مساحة الكونتورية، engineering surveying المساحة الهندسية، construction surveying المساحة الإنشائية، road surveying المساحة للطرق، mine surveying مساحة المناجم، topographic surveying المساحة الطبوغرافية، hydrographic surveying المقصود بالhydrographic المساحة المائية. لو جينا لتاريخ علم المساحة، في بداية علم المساحة بدأ مع قدماء المصريين الفراعنة سنة 1400 قبل الميلاد. جه بعدها الجريك اليونانيين، وبعدين الرومان، وبعدين العصور الوسطى. كل ده بيشرح على تاريخ علم المساحة وتقدمه والهيستوري بتاعه. وكده يبقى خلصنا الشابتر الأولاني. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.